أكو في الروايات أن يوسف صلوات الله عليه الذي هو حجة على شبابنا، الشاب ما يتمكن يجي يوم القيامة أمام الله يقول يا الله ما كنت أقدر، في ذلك البيت وتلك المرأة المعروفة، في الروايات لم ينظر إليها ولا مرة واحد. خادم ومخدوم، خادم يوسف خادم عبد من الناحية الظاهرية، وزليخة هي المخدومة والمالكة والملكة، لم ينظر إليها ولا مرة واحد. كم في كم مدة؟ 7 أعوام كان يخدمها وهو مطرق بنظره إلى الأرض. هذه معجزة الإيمان ومعجزة التذكر، 7 سنوات ما ينظر إليها، وترى واحد جالس في المحل وكل فتاة تنظر يتطلع إليها بنظرات خائنة، يعلم خائنة الأعين، هذه النظرات كلها تفضح في يوم القيامة أمام الملأ. قالت له لماذا لا تستجيب؟ قال أنت تخجلين من هذا الصنم، فكيف لا أخجل من ربي؟ ألقت، لأن المرأة المعروفة ألقت حجاب على ذلك الصنم، قال أنت تخجلين من صنم لا يبصر ولا ينظر، وأنا ما أخجل من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى يؤمن بالآخرة، هذا معنى تذكروا فإذا هم مبصرون لولا أن رأى برهان ربه.